السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وبأحوال جيدة. وكنرحب بالبنات كاع اللي عندي في القناة، والبنات اللي عاد انضموا جداد كنقول لكم مرحبا بكم. وما تنسوش تضغطوا على الزر الأحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وكنتسنى الدعم ديالكم. اليوم ان شاء الله غدا نحضر سيمنات بالخلاط، صراحة كيجيو رائعين رائعين. هالطريقة هذه اللي سهلة وكيجي الشكل ديالهم بحال الملاوي، ولكن هو غير مسمن. بالحق الطريقة ديالو غزالة غزالة بزاف. غدا نديرو بالخلاط، وفي نفس الوقت غدا نديرو نرشو بواحد المكون اللي هو زوين وكيخليه مورق، اللي كان غايب علينا صراحة. كيجي مسمن في منتهى الروعة. كنتمنى انكم تجربوه، خصوصا السيدات اللي كيبغيوه دائما، يمكن اللي ما حضروه يديروه في الكونجيلاتور ولا يستعملوه هكا في شهر رمضان. راه صراحة وما كياخدش بزاف ديال الوقت، يعني في وقت وجيز يمكن لك تحضريه بدون دلك بدون تعب. وغادا ندوز دابا باش نشوفوا الطريقة ديالو. كما كتلاحظوا مسمن كيجي مورق بحال الملاوي، وغادي نبداو على بركة الله. عندي 300 غرام ديال دقيق الفينو كما كتلاحظوا، والماء غادي يبقى على حسب الخليط، انتم اللي كتحكموا بالكميه وعلى حسب الدقيق واش كيشرب واش لا. وعندي الدقيق الابيض، عندي معلقه كبيره ديال السكر سنيده والملحه. هادو هما المكونات، ساهلين وبساط ومتواجدين كل بيت. غادي ناخذ الخلاط اللي كنطحن به العصير، والماء راه الكميه كتبقى على حسب يعني اللي بغات تستعملي انتيا، واش بزاف ديال المسمن واش شويه. المهم غادي تبقاي تجمعي في العجين، حتى المهم توضعي الدقيق الكافي حتى تجمع لك العجين وصافي. كما كتلاحظوا وضعت الدقيق ديال الفينو مع الماء في الخلاط، هذه هي الاساس في الوصفه كامله. واللي ما عندهاش دقيق الفينو يمكن لها تستعمل السميد هكا الرقيق، حتى هو راه ملي كيدوز في هذا الخلاط هذا راه كيتطحن. وغنوضع الملحه وسكر سنيده. ومن بعد ما وضعت جميع المكونات غدا نديرها في الخلاط الكهربائي، وغدا نخليها تقريبا واحد الربعه ديال الدقائق حتى هاد المكونات كامله تندمج مع بعضها مزيان. وهذه هي يعني باش تنجح لكم الوصفه خاص ضروري يعني الميكسور يبقى خدام تقريبا 3 ديال الدقائق 4 ديال الدقائق، كيجيكم بحال هذا الشكل هذا، بحال اللي باغي نصيبوا البغرير. والصراحه كيجي مسمن رائع 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 بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. فعلا جربته وعجبني وبغيت نبارطاجي معكم حتى انا الوصفه صراحه. يعني الانسان ملي كيجرب شي حاجه وكتصدق ليه كيبغي يبارطاجيها مع الناس، سورتو حنا دابا في شهر رمضان كنحتاجو بحال هاد الوصفات هادي. وماشي غير رمضان، يعني يوميا كاين اللي كتبغي هكا المسمن تحطه في الطبله ديالها. وبقيت هكا كنجمع في العجين هكا كنخدم بيدي بنفس الطريقه كما كتلاحظوا، غنبقى خدامه حتى يتجمع ليا العجين كامل ويولي عندي العجينه ملسه. بقى غير هكا نخدم يعني بدون دلك غير بهذا الشكل هذا. نشوف العجينه ديالي باللي ولات مزيانه وملسه، وكما قلت لكم العجينه خاصها تبقى طريه، ما خصهاش تكون قاصحه كما كنعرفوا يعني على المسمن المعتاد. هاد الوصفه هذه كتبغي العجينه تكون طريه باش يجيكم بحال المسمن ديالكم بحال الملاوي، كيجي زوين وبدون مجهود. هنا كما كتلاحظوا والسر في هاد الوصفه هذه اللي كيخليها تجي مورقه وتجي غزالة، هاد الوصفة هادي كانت غايبة عنا أن نوضعو النشا مع الدقيق ديال الفينو. صراحة كيجي زوين، هما فين كنستعملو غير الفينو، ولكن ملي غادي ندخلو معاه النشا غادي يتغير لكم الشكل يعني تماما ديال المسمن ديالكم، وغادي تفاجئوا بالطريقة ديالو، غتولي عندكم معتمدة بالنسبة للسيدات هكا اللي كيعجبوهم المسمن. وكما كتلاحظوا غدا نبقى ندير مسمن هكا نقطعو كويرات، انا درت يعني كويرات شويه كبيره في الحجم،
لانني غندير مسمن غادي يجي بحال الشكل ديال الملاوي. واللي بغات دير مسمنات صغيورين يمكن ليها تستعمل كويرات صغار. داكشي كيبقى اختياري يعني، كما كتلاحظوا كندير الكويرات دياولي حتى نساليهم، وانا كنخدم غير بعيني ميزاني، يعني كنديرهم بنفس الحجم وبدون عبار. اللي كيبغي يعبر هكا المسمن باش يجي داكشي مقاد يمكن ليه. انا يعني تقريبا كنخدم غالبا كنخدم غير بعيني ميزاني، ما كنعبرش. وراني كنوريكم هكا بصبعي باللي العجين راه طري، وفي نفس الوقت كيكونوا فيه دوك الفقاعات باللي كيبينوا باللي راه العجين ناجح. كما كتلاحظوا الفقاعات ديال العجين، وهاد العجينه هادي ملي كتكون طريه ما كنتسناوش عليها بزاف ديال الوقت، يعني ملي كتسرحي المسمن كيمشي ديريكت في يدك، ما كيبقاش انتي كتسرحي وهو كيرجع. وفي نفس الوقت كما قلت لكم ما خاصش العجين يكون يعني تسمعوش باللي طري وديروه جاري. لا، خاص ما يكونش يلصق في اليدين وفي نفس الوقت يكون طري. وهنا خديت المسمنه ديالي كنرققها هكا، ما بغيتش نرققها فوق القياس، لان غادي يجي كما قلت لكم المسمن كنبغيتو انا يجيني بحال الملاوي. وكندهن بالزبده اللي ما تكونش دايبه، يعني دايبه تماما، يعني غير النص ديال الذوبان ديالها تبقى قارطه في راسها، وكتحتفظ بديك السخونيه ديالها هي اللي كتذوبها باش هكا تجيني المسمنه ديالي مورقه وزوينه، ما درش يعني الزبده دايبه، يعني غير نص ذوبه. وهنا كنسرح المسمنه ديالي كما كتشاهدوا، كنديرو بحال الشكل ديال الملاوي، هما كيجيو بشكل العريض. وجربوا البنات هاد الطريقه هادي، راه ما غاديش تبقاو تستغناو عليها، غتولي هي المعتمده عندكم بهاد الطريقه اللي كنطوي بها انا. كاين اللي كيطويها هكا وكيديرها غير على جوج وكيرجع الجهه الاخرى، انا كنستمر هكا كنديرها على شكل مربعات حتى نكملها. كنطوي بحال الا كنطوي في شي حاجه، في شي حوايج هكا. وكنبقى مستمره كندهن بالزبده وكنرش بالفينو ومايزينا او النشا. وكنبقى نطوي هالطريقه هذه اللي كنوريكم. وصافي هكا غدا نبقى مستمره المسمنات ديالي بنفس الطريقه اللي وريتكم، كنسرح وكندهن بالزبده والنعشة وكنطوي هكا على شكل مربعات. والعجينه راه كما قلت لكم كتكون ماشيه معايا، يعني مطيعه. وفعلا فعلا طريقه زوينه هذه ديال الخلاط. راني كنوريكم بالتفصيل باللي كنقول لكم باللي المسمن ان كيدير داك الفقاعات ديالو، هذاك يعني باللي العجين ناجح. وكنبقى ندهن بالزبده والنشا مع الفينو. هنا قربت لكم الصوره باش تكون هكا الفكره واضحه. كما قلت لكم كاين اللي كيدير غير جوج ديال الطويات، انا استمريت هكا كندير بزاف ديال الطويات هكا. وانا العجين ديالي من بعد ما انتهيت وقاديتو وضعت المقلاه على النار وكنرش بالزبده والزيت. هنا خلطت الزبده مع الزيت، وفي الاول كنت كنخدم غير بالزبده، ومني كنديرو كويرات راني كنخدم بالزيت. وهنا كنخدم المسمن ديالي كنوريكم الفقاعات اللي تيكونوا فيه، هذا كيعني باللي راه العجين ديالكم ناجح 100%. وكما كتلاحظوا المسمنه ديالي كتبدا كتنفخ، يعني هذا كيبين باللي راه العجين ديالكم ناجح. والبنات اللي كيبغيو المسمن يكون رقيق بزاف
راه يمكن لكم ديروا مسمار رقيق بزاف، بالحق بهذه الطريقه راه ما يجيش انكم ترقوه، لان هنا داير لي بزاف ديال الطبقات كما لاحظتوا في الاول. راني مسمن كنت كنلوي فيه، يعني كندير فيه بزاف ديال المربعات، ولا رققته بزاف ما غاديش يجي زوين. يعني رققته، يعني درته على حساب داك الطويات اللي فيه، ولا كنتو دايرين غير مربع واحد اكيد راه غادي نديروه رقيق، وداك الشيء راه كيبقى اذواق. وكما لاحظتوا انا راني درت كميه اللي ماشي كثيره بزاف وانما متوسطه، وهذا راه بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هكا مسمنات صغار. هاد الكميه اللي درت انا راه كتعطي بزاف ديال، يعني تعطي بزاف ديال المسمنات هكا صغارين. انا درت غير مسمنات هكا كبارين شويه، المهم محتاج درتهم على الشكل ديال المليويات هكا كيجيو عاطين، ومني كتحلي كيبان لك دوك الوريقات هكا ديال المسمن، كيبان يعني مسمن بعقله وكيبقى لكم الاختيار. المهم هاد المسمنات راهم جاو في وقتهم، هذا شهر رمضان، وبلا رمضان راه حنا كنبغيو بحال هاد الوصفات اللي تكون عندنا دائما. هكا السيده كيجيوها الضياف على غفله، او هي في الصباح مني كدي وليده صندراسه كتجي تجبد مسمنه تسخنها وتاكلها، ولا ديرها لوليداتها. يعني المسمن راه شي حاجه اللي لا يعلى عليها، انا بعدا كيعجبني، وكل واحد والذوق ديالو، كاين اللي كيعجبو البغرير، كاين اللي انا كيعجبني مسمن. قالوا لي البنات بارطاجي معنا الوصفه هكا بالتفصيل. انا كنت درتو في واحد الروتين ولكن ما جاتهمش الصوره ماشي واضحه، وهنا راه وريتكم الطريقه بالتفصيل. هذه هي الطريقه ديالي اللي كندير، يعني غالبا اللي كتجيني سهله، وفي نفس الوقت كيجيني المسمن مورق. بالنسبه للسيدات اللي ما كيعجبهمش انهم يبقاو يلوي ولا شكل ديال الملاوي، راه مسمن وفي نفس الوقت كيجي بحال الملاوي كما لاحظتوا. هذا الشيء علاش ما بغيتش نرقو بزاف، باش يبقاو يبانوا ليا هاد الوريقات هادو، وكيجي مسمن مورق وناجح. وكنتمنى ان هاد الوصفه تعجبكم، والا عجبتكم مش ما تنساوش ديروا ليا لايك، هذا فضل منكم، باش ان شاء الله نزيد نعطيكم مزيد من الوصفات. وكما كتلاحظوا راه كيجي مورق، يعني اوراق، ووصفه اللي سهله وبسيطه. والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناه، كنتمنى انكم تشتركوا وتضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والسلام عليكم.